And the winner is الفائزة هي الفنانة رهف محمد روحهم في البيت. طبعا انا كنت مجهزه كلام بس اتوقع الحين ماكو شيء راح يطلع وياي. اول شيء احب اشكر كل القائمين على حفل كبير نفس هذا، وانا فخوره جدا ان انا اكون بارت في هذا الحفل او اكون بس موجوده.